إذن الآن نعود مرة أخرى إلى الملف المتعلق في زاباروجيا وهذه المحطة النووية وبكل ما تثيره من قلق على المستوى العالمي. معنا من فيينا عبر خدمة زوم كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور يسري أبو شادي. أهلا ومرحبا بك دكتور، وأسألك عن الخطورة التي تحيط بهذه المحطة نتيجة لوجود الأعمال القتالية بمحيطها. للأعمال القتالية قطعا في خطورة، لأن يعني واضح جدا أن الطرفين بيستخدموا أسلحة خطيرة، صواريخ وقنابل وحاجات زي كده، وده خطر طبعا جدا لمنشأة نووية نبني، علما بأن هذه المنشأة بدأت تشغيلها من سنة 1980، يعني بقى لها أكتر من 40 سنة، وبالتالي التصميم بتاع الغطاء الخرساني بتاعها قديم شوية، ما هواش الحاجات الحديثة اللي يعني طبعا زادت فيها درجات الأمان بشكل كبير. إذا هو ده الخطر الحقيقي، لكن اللي بنسمعه عن موضوع قطع الكهرباء ولحظة كده أوكرانيا بتشتكي إنه لا ده هي اللي قطعت الكهرباء أو الروس هم اللي قطعوا الكهرباء. الحقيقة أنا يعني القصة دي مش فاهم، قصة إعلامية ملهاش معنى كبير. ماذا أوي. يعني أن يتم قطع الكهرباء بحد ذاته؟ بالضبط، خلينا نشرح نقول انه اي مفاعل في العالم كله له محتاج لكهرباء، لازم بصوره خاصه ان هو بيشغل المضخات بتاعته لتبريد المياه اللي بتبرد الوقود النووي بصوره خاصه. دي حاجه اساسيه، زائد طبعا حاجات تانية كتير. المحطه النوويه لو انا مثلا 1000 ميجا وات بتحتاج تقريبا 5% من الكهرباء بتاعتها او اقل شويه في بتستخدم في استهلاك الكهرباء لخدمة المحطة نفسها، والباقي طبعا بيتخش على الشبكة العامة اللي بتروح تتوزع بقى على مناطق المختلفة والمصانع والحاجات الأخرى ده. طيب زاباروجيا إيه الوضع اللي فيها؟ زاباروجيا كان الوضع اللي فيها إن المفاعل بينتج كهرباء، وبالتالي استهلاك الكهرباء بيجي من الكهرباء اللي بتنتج من المفاعل. ده نمرة واحد. الخط الثاني انه انا الكهرباء المفاعل متوصل بشبكة الام اللي هي جاية من الشبكة الرئيسية الشاملة اللي جاية من اوكرانيا، اللي هي طبعا بيصب فيها محطات كهرباء كتيرة متعددة. ده الخط الثاني لها. الخط الثالث لو حصل والحاجات دي كلها توقفت، في احيانا وده اللي موجود بالذات في زاباروجيا محطة فحم صغيرة للطوارئ، لو الكهرباء كلها اتقطعت محطة الفحم دي بتشتغل، واعتقد هي شغالة في الوقت الحالي لمد الموقع المحطة بس بالكهرباء. بعد كده في بقى تصميم المحطة، في جنريتور ديزل جنريتور بيولد الكهرباء، لو كل الحاجات دي اتقطعت الديزل جنريتور بيولد الكهرباء، في بطاريات في المحطة كمان بتولد كهرباء وان كانت ماهياش لمده طويله. اذا انا يعني القلق في الحته دي محدود للغايه، لا يقارن بالقلق من الضرب نفسه. نعم. ومعاك حدثنا عن هذا القلق من الضرب نفسه، والبعض يقول ان يعني يعودون الى موضوع تشيرنوبل ويقارنون بين هذا وذاك وعدد المفاعلات بين هذا وذاك. ما الخطوره على المستوى النووي؟ لا هو عمره ما هيبقى زي تشيرنوبيل، لان تشيرنوبيل ده تصميم مفاعلات خطيره للغايه، اللي لما كانت الوقود بيسخن فيها كانت بتنشطر اكتر وتتحول الى عده قنابل ذريه. المفاعلات زاباروجيا من نوع اخر اللي هي الماء الخفيف المضغوط، وده لما الحراره بتعلى المفاعل بيطفي نفسه بنفسه. فالخطوره التفجير النووي في المفاعل غير متواجده، وبالتالي عمر ما تشيرنوبيل هتتكرر في زاباروجيا، لكن لن يمنع هذا انه يحصل تسرب خطير للاشعاعات من المحطه لو حصل. من سيتضرر؟ ما حجم الضرر وحجم المساحه التي يمكن ان تتضرر من مثل هكذا تسرب؟ بالضبط، لو احدى الصواريخ القويه اللي انضربت على هذا المفاعل استطاعت انها تخترق
الغلاف الخرساني للمفاعل ووصلت لقلب المفاعل اللي فيه الوقود النووي اللي الغايه في الاشعاع والمشع بدرجه خطيره جدا، وادى هذا الى تسرب هذا الوقود او نوع من التفجير الكيماوي يحصل له زي ما حصل في فوكوشيما. هنا بقى تبتدي الخطوره الكبيره طبعا، على حسب طبعا المساحه قد ايه واتجاه الرياح قد ايه. بلا جدال من الممكن ان التسرب الاشعاعي ده يصل الى اوروبا ويمكن اكتر من اوروبا، طبعا بيعتمد على اتجاه الرياح نعم متحركه في انهي اتجاه، وعلى طبعا درجه التسرب الاشعاعي من المفاعل. نعم لكن في خطوره، طبعا في خطوره من الحرب المباشره الدائره الان، وبالتالي عشان كده انا من الحقيقه من مده طويله وانا بطالب الجانب الروسي اللي هو محتل الموقع إنه لازم يطفي هذه المفاعلات، نعم لأن في خطورة. دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد اتفق الطرفان على أن يكون هناك وافد يزور هذه المحطة ويطلع بالفعل على الوضع، ما دوره في هذه المرحلة؟ طبعا الدور هو هيكون في الحقيقة وفدين داخل الوكالة، وفد للأمان النووي للمفاعل وسلامة المفاعل، وأكيد لازم هيطلعوا أول حاجة يمكن السؤال المطروح اليومين دول ايه مصادر الكهرباء اللي موجوده المختلفه. اكيد هتشوفوا دلوقتي ان الموقع ده لازم يكون له عده مصادر كهربيه لو اتقطعت الكهرباء من الشبكه الرئيسيه او غيرها. الجزء الثاني هيكون وفد من الامن، السيف جارد اللي هو التفتيش بتاع المواد النوويه، انه يتاكدوا ان المواد النوويه في هذه المفاعلات ما اتسرقتش، ما اتاخدتش في اغراض اخرى، انها موجوده وسليمه وان ما فيش اي مخاطر في هذا المجال. فالوفدين دول المفروض ان الوكاله هتشكل التخصصات بهيه بحيث انها تغطي كل هذا الامر، وانا بعتقد الوكاله عندها خبره كويسه في هذا المجال، عملناها في مناطق اخرى كانت الامور فيها اكثر حده يمكن، سواء من ايام العراق ولا كوريا الشماليه ولا ايران ولا غيرها. فيعني أعتقد إن هم مؤهلين إن هم يقوموا بهذا الدور ويطمنوا العالم يعني. شكرا جزيلا لك دكتور يسري أبو شادي، وأنت كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا.